في البداية، هل السوشيال ميديا أثرت على علاقات الأبناء بالآباء؟ طبعا اكيد اثرت علينا كلنا، اثرت، عملت زي فجوه بين الاباء والابناء، لغت له يعني ما بقاش فيه لغه حوار، ما بقاش فيه الجو الاسره اللي كنا بنعيشه زمان، وجو بيت العيله ولمه العيله. كل واحد دلوقتي انشغل عن التاني بالموبايل وبالتطبيقات وبالبرامج. حتى يوم الاجازه اللي احنا اتعودنا عليه يوم جمعه ان احنا نتجمع فيه ما بقاش زي الاول. اكيد طبعا اثرت السوشيال ميديا. طيب ازاي نخلي اولادنا يستخدموا السوشيال ميديا بطريقة صحيحة؟ والله دي بقى دور الام ودور الاب فعلا، ان هم يوجهوا اولادهم وان هم يحتووهم ويعملوا لغه حوار بينهم وبين ولادهم، ان ازاي يستخدموها بطريقه صح. احنا بنقول ان ليها اضرار وليها ايجابيات، يعني في ممكن نستغلها فعلا في الايجابيات، نسمع حاجات تعليميه، برامج تعليميه، ندخل على النت نجيب معلومات كويسه، ممكن نستخدمها كوسيله للتوعيه ان احنا نوعي الناس بيها، ممكن نستخدمها في الشغل وفي البيزنس. تمام، تمام. فاحنا ممكن نستخدم يعني السوشيال ميديا مش كلها اضرار، في حاجات كتير ممكن نعملها كويسه مفيده. بالظبط. طيب زي ما في سلبيات في السوشيال ميديا، في ايجابيات ممكن حضرتك تكلمين عنها؟ ايوه، هي دي اللي انا كنت بقول لك عليه دلوقتي، ان زي ما في مخاطر وقلنا ان السوشيال ميديا اثرت على وعملت فجوه في البيوت المصريه والبيوت العربيه يعني عامه، استخدمنا السوشيال ميديا بفرط واستخدمناها في ناس بقى عندها ادمان سوشيال ميديا دلوقتي وبتستخدمها بطريقه خاطئه كتير. قلنا ان هي بتعمل فجوه بين الابناء بتأدي برضو ان هو بيبقى عندهم مشاكل تاخر دراسه، لان بالظبط. هم قاعدين طول الوقت بيسهرانين على النت، ما بيروحوش دروسهم، ما بيروحوش، ما بيذاكروش، طول الليل والنهار قاعدين على النت. احنا بنحتاج التوجيه من الاب والام ان احنا لازم يكون في فتره زمنيه بسيطه للقعده على السوشيال ميديا، او ما اسيبش ابني قاعد على طول على الموبايل، لازم اديله مساحه او اديله وقت، انت هتلعب من الساعه كذا لكذا وبعد كده شوف مذاكرتك، لازم التوجيه. طب ايه رأيك في الامهات والاباء اللي بيعرضوا اطفالهم على النت من اجل الحصول على الاموال واللايكات؟ والله دي من أسوأ السلوكيات اللي بيرتكبها الآباء والأمهات، إن هم يتاجروا، بنسميها متاجرة بأطفالهم، إن هم يتاجروا بالولاد ويعرضوهم للسوشيال ميديا. ممكن طفل يبقى عنده إعاقة أو عنده مشكلة أو عنده حاجة بيتكلم بطريقة مش كويس، فالأب يطلعه يتكلم كده عشان الناس تتنمر عليه ويلم لايكات. فأنا يعني أنا بخلي ابني عرضة للتنمر وهو مبسوط، يعني هو مبسوط ان الناس بتتريق على صوته او بتتريق على شكله او على حركات بيعملها، فده خطأ جدا. كمان المتاجرة، ان انا اعلم طفل من هو صغير انه يبيع نفسه عشان فلوس واموال ولم لايكات، دي سلوكيات خاطئة جدا، لان هيكبر على كده وهيشيب على كده وهيبيع نفسه، حتى لما يشتغل، لما يسافر، لما يبقى موظف في مكان عنده استعداد يبيع نفسه لأي حاجة، لمتاجرة أي حاجة.